بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الموضوع كما سمعتم موضوع ذو أهمية، وهو موضوع التوحيد، فضله وأهميته، لأن التوحيد هو أساس الدين وأساس الملة الذي يقوم عليه دين الإسلام، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، وبنى عليها بقية أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج وسائر أنواع العبادات، لأن العبادات لا تصح ولا تقبل عند الله إلا إذا كانت مبنية على التوحيد الخالص لله عز وجل. أما إن كان فيها شرك فإنها مردودة وباطلة، كما قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، الخالص من الشرك، وهذا هو التوحيد. وما كان فيه شرك فهذا ليس لله، وإنما هو لمن أشرك. فالتوحيد له أهمية عظيمة، وله مكانة عظيمة في دين الإسلام، لأنه هو الرأس والأساس والقاعدة. ومعنى شهادة لا إله إلا الله الاعتراف، الاعتراف ظاهرا وباطنا لأنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وهذا إبطال لعبادة ما سوى الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله فقد أعلن بطلان عبادة غير الله عز وجل. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله اتباعه فيما جاء به، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فشهادة لا إله إلا الله تنفي الشرك، وشهادة أن محمد رسول الله تنفي البدع والمحدثات. فلا يقبل الله عملا إلا إذا كان مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان مخالفا لما جاء به الرسول
إنه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والتوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، من وحدت الشيء إذا جعلته واحدا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فدل على أن التوحيد هو إفراد الله جل وعلا العبادة، ترك عبادة ما سواه. الذي يعبد الله ويعبد معه غيره هذا مشرك. الذي يعبد الله ويعبد معه غيره هذا مشرك، وعمله باطل، عبادته باطلة لا تقبل عند الله، لأن الشرك يحبط العمل ويبطل العمل من أساسه. فالذي يعبد الله ويصلي ويصوم ويحج ويتصدق ويعتمر ويجاهد ويعمل جميع الأعمال إلا أنه يدعو مع الله غيره، يدعو مع الله غيره، يدعو الموتى ويستغيث المقبورين ويلجأ إلى الأموات ويطلب منهم تفريج الكربات، هذا مشرك بالله عز وجل، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، مهما أتعب نفسه في الصلاة والصيام والحج فإن عمله لا يرتفع إلى الله عز وجل، لأنه مخلوق بالشرك، وصلاته وصيامه وحجه وجميع أعماله باطلة حتى يخلص العبادة لله عز وجل. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بهذين الشرطين: أن يكون عمله صالحا يعني موافقا للسنة خاليا من البدعة، وأن لا يشرك بالله أحدا كائنا من كان. ولا يشرك لعبادة ربه أحدا، أيا كان هذا الأحد، ملكا من الملائكة أو رسولا من الرسل أو صالحا من الصالحين أو وليا من الأولياء، العبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. لأن كلمة أحد في سياق النهي تعم كل أحد، وكذلك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا تشركوا به شيئا، كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء، فلا يجوز أن يشرك مع الله أحد كائنا من كان، حيا أو ميتا، ملكا من الملائكة أو نبيا أو عبدا صالحا. الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، هذا هو التوحيد. والتوحيد كما ذكر أهل العلم ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية،
وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الكون، هذا توحيد الربوبية. فلا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يرزق مع الله، ولا أحد يدبر مع الله، هو المتفرد سبحانه بالخلق والتدبير والأمر والنهي وفي جميع الأمور والتشريع والإحياء والإماتة، هو المتفرد سبحانه وتعالى. فلا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يرزق مع الله، ولا أحد يدبر مع الله. بيده ملكوت كل شيء، وكل ما في الكون فإنه من تدبيره وأمره سبحانه وتعالى وإيجاده وخلقه. والنوع الثاني توحيد الألوهية، توحيد الألوهية أي العبادة، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي شرعها له كالدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وجميع أنواع العبادة. هذه أفعال العباد التي أمرهم الله بها، فيجب أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يطرح منها شيء لغير الله، فلا يدعى إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يتوكل ولا يستعان ولا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى. ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، لجميع أنواع العبادة. فمعنى توحيد الألوهية إفراد الله جل وعلا بالعبادة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال سبحانه: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الذي يعبد من دون الله هذا خاسر، خسر نفسه وخسر عمله وخسر حياته، خسر الخسران المبين الذي ليس بعده شيء، ليس بعده خسران. فالمشرك خسر كل شيء، خسر دنياه وآخرته، هذا المشرك. صلى الله عليه، هذا هو التوحيد الألوهية. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات لله عز وجل، وذلك بأن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال سبحانه: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أسماؤه كثيرة لا يعلمها إلا هو، منها أسماء بينها لنا في القرآن والسنة وأمرنا أن ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقل: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي. فتناديه باسمه وتتوسل إليه باسمه في طلب حوائجه. هذا معنى قوله فادعوه بها، أي توسلوا إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذه أنواع التوحيد الثلاثة، وهي مأخوذة من القرآن الكريم للاستقراء. فكل الآيات التي تتحدث عن أفعال الله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير فهي من توحيد الربوبية. وكل الآيات التي تتحدث عن العبادات والأمر بها فإنها في توحيد الألوهية، مثل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مثل قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مثل قوله: فاعبد الله مخلصا له الدين، مثل قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه كلها في توحيد الألوهية، توحيد العباد. وكل الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته فإنها في توحيد الأسماء والصفات، وكل هذا في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الأول من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية لم يخالف فيه أحد من البشر إلا أفراد قليلين من الدهرية والمعطلة، وجحودهم إياه من باب المكابرة والعناد، وإلا فإنهم يعترفون به في قرارة أنفسهم. وأما توحيد الألوهية أو توحيد العبادة فهذا خالف فيه أكثر الناس، خالف فيه أكثر البشرية ووقعوا في الشرك. وهذا النوع هو الذي دعت إليه الرسل، وكل رسول يدعو قومه إلى هذا التوحيد، لأن النوع الأول حاصل ومعترف به، وأيضا هو لا يكفي. فمن اقتصر على توحيد الربوبية فإنه لا يخرج من الكفر ولا يخرج من الشرك، لأن كل العالم اعترفوا به ولم ينجهم من النار. الدليل على ذلك أن كفار قريش كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ومع هذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل أموالهم ودماءهم لأنهم غير معترفين بتوحيد الألوهية الذي هو المقصود. لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد،
ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، يعني كذب. يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب، حيث يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. يقولون هذا يخالف ما عليه آباؤنا وأجدادنا، فإنهم يدعون غير الله، يدعون الأصنام والأوثان، وهذا يجي لنهانا ويقول أخلصوا العبادة لله ولا تعبدوا إلا الله واتركوا عبادة أصنامكم وأوثانكم. هذا كذب من عنده كما يقولون، إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا، هذا جحود للرسالة والعياذ بالله. وكذلك من أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهود عليه السلام قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح عليه الصلاة والسلام قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شعيب قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا كله موجود في سورة الأعراف، في آيات متتابعة في سورة الأعراف، كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجميع الرسل جاءوا بهذا كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا مثل قوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله تماما، لأن قوله اعبدوا الله هذا معنى إلا الله من هذه الكلمة. ما لكم من إله غيره هذا هو معنى لا إله، اعبدوا الله هذا آخر كلمة لا إله إلا الله هو الإثبات. ما لكم من إله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا معنى النفي في لا إله إلا الله، فلا لا إله. وكل ما عبد من دون الله فإنه طاغوت، عبادة للطاغوت. إن كان المعبود راضيا بذلك فهو طاغوت، وكل من دعا إلى عبادة نفسه فهو طاغوت. وإن كان لا يرضى بذلك عبد وهو لا يرضى بذلك، عبد بعد موته مثل المسيح عليه الصلاة والسلام عبده النصارى بعد ما رفع إلى السماء، وكذلك سائر الصالحين الذين كانوا ينهون عن الشرك ويدعون إلى التوحيد فلما ماتوا عبدوهم، هؤلاء لا يقال لهم طواغيت لأنهم منكرون هذا، ولكن عبادتهم للطاغوت أي الشيطان، لأنه هو الذي أمرهم بذلك وأطاعوه، قال لهم اعبدوا فلان واعبدوا فلان فإنه ينفع ويضر. فالشرك عبادة للطاغوت، إما الشيطان لعنه الله وإما المعبود نفسه إذا كان يرضى بذلك ويأمر به كما يفعله طواغيت البشر الذين يدعون الناس إلى أن يعبدوهم من دون الله عز وجل، ويدعونهم إلى الشرك وإلى عبادة الأضرحة والقبور والأولياء والصالحين، ويقولون إنهم ينفعون
يضرون وإنهم يقضون الحوائج. الطواغيت هي التي تدعو إلى الشرك، والشياطين شياطين الإنس والجن يدعون إلى الشرك ليضلوا الناس. فتوحيد الألوهية هو الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي ينجي من الشرك وينجي من النار. ومن لم يعترف به ولم يقوم به حق قيامه إنه لا ينفعه شيء من أعماله، ولو كان أفنى عمره فيها، كلها هباء وضلال. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، لهم أعمال، دل على أن لهم أعمال، لكن لما لم تكن مؤسسة على التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له صارت كالرماد تزغوه الرياح لا يمسك منه شيء. وكالسراب، الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذا هو توحيد الألوهية. جاءت الرسل بالدعوة إليه، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. قال سبحانه: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، هذا الأمر توحيد الألوهية، واجتنبوا الطاغوت هذا الشرك. فالرسل كلهم يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل جاءوا بهذا للدعوة إلى توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فإن الناس مقرون به، وأيضا هو لا يكفي ولا يدخل في الإسلام، لأن المشركين يقرون به كما قال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا توحيد الربوبية، اعترفوا به وتوقفوا عنده، وأنكروا توحيد الألوهية وجعلوا العبادة مشتركة بين الله وبين أصنامهم وأوثانهم، وصاروا مشركين. وقاتلتهم الرسل، ومن آخر من قاتلهم على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسل كلهم جاءوا بالدعوة إلى توحيد الألوهية. لما انتشر الشرك في البشرية من عهد نوح عليه السلام، كان الناس في قبل بعثة نوح عليه السلام كانوا على التوحيد من عهد آدم إلى أن جاء قوم نوح بعد عشر قرون من عهد آدم عليه السلام. بعد عشر قرون
جاء قوم نوح وكانوا على التوحيد، كانوا على التوحيد كأسلافهم، ولكن حدث فيهم أن كان فيهم رجال صالحون وعلماء كانوا يقتدون بهم ويحبونهم، فماتوا، مات هؤلاء الصالحون، فأسف القوم عليهم وحزنوا عليهم، فجاءهم الشيطان فقال لهم صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها لأجل أن تتذكروهم وأن تنشطوا على العبادة، فاستساغوا هذا وظنوا أنه خير لأنه ينشط على العبادة ويذكر بالصالحين، ظنوه خيرا. والشيطان يريد ما يأتي في المستقبل، يريد ما يأتي في المستقبل، فقاموا وصوروا هذه الصور ونصبوها ولم يحصل شرك، ولم يحصل شرك في الزمان الأول، في القرن الأول اقتصروا على نصب الصور واستمروا على التوحيد. ينبيهم العلماء وفيهم أهل التوحيد، الشيطان ما يستعجل لغرس الغرس لغرس الشر ولا يستعجل في جني الثمر. هالجيل هذا ما طمع فيهم وجود العلم فيهم ووجود التوحيد فيهم. الجيل الأول الصور موجودة ومات العلماء، جاء الشيطان إلى الجيل الثاني الجهال فقال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وليستغيثوا بها المطر، فراجت هذه الدعاية الشيطانية عندهم وصدقوا هذا الشيطان فأشركوا بالله عز وجل ودعوا هذه الصور وهذه الأصنام واستسقوا بها المطر وطلبوا منها حوائجهم، استدرجهم الشيطان إلى عبادته. فلما ومن ذلك الوقت حدث الشرك لبني آدم، وسببه هو هذه الصور المنصوبة، وما تطور أمرها إليه في المستقبل. عند ذلك بعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد، إلى ملة أبيهم آدم عليه السلام، الرجوع إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة، فأبوا أن يتركوا الشرك وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، يعنون هذه الصور وهذه الأصنام الموصوفة، هذه أسماء رجال صالحين صورت هذه الصور بأسمائهم، ولكن تأصل الشرك في قلوب هؤلاء فلم يتركوه ولم يستجيبوا لدعوة نبي الله نوح ولم يقبلوا نصحه، وما آمن معه إلا قليل، فعند ذلك أغرقهم الله بالطوفان، أغرقهم الله بالطوفان وماتوا عن آخرهم، ولم ينج إلا من كان مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة
التي صنعها بأمر الله له. أصنع البلد إلى عيننا ووحينا، فصنع البلد والسفينة بأمر الله. فلما طار التنور ونزل المطر من السماء بماء منهمر والتقى الماء، ماء النازل من السماء والماء النابع من الأرض، حتى غطى رؤوس الجبال، نجا نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه في السفينة، وهلك كل أهل الأرض، ولم يبق إلا من كان في السفينة. ثم أمر الله السماء فأقلعت، وأمر الأرض فبلعت الماء، ثم هبط نوح عليه السلام بالسفينة على جبل يقال له الجوزي، يقال له الجوزي من أرض العراق. وبعد ذلك تناسلوا وعادت البشرية ممن حملهم الله مع نوح عليه الصلاة والسلام. ثم عادت تلك في قوم هود، ثم عاد في قوم في ثمود، ثم عاد في قوم سعير، ثم وما زالت الرسل كثرة متتابعة تدعو إلى التوحيد. وكان العرب في أرض الحجاز كانوا على دين إسماعيل عليه السلام، على دين أبيهم إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، على التوحيد، كانوا على التوحيد وعلى دين أبويهم إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ولما جاء ملك من ملوكهم من خزاعة، رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، وكان ملكا على الحجاز، أصابه مرض وذهب إلى الشام للعلاج، فرأى الناس في الشام يعبدون الأصنام، فاستساغ هذا الشيء ودخل في فكره، ثم طلب من أهل الشام أن يردوه بعدد من الأصنام، فجاء إلى الحجاز ومعه أصنام جلبها من الشام، فوزعها في أهل الحجاز وأمرهم بعبادتها، أمرهم بعبادته. ويروى أن إبليس جاء إليه وأرشده إلى أمثلة أصنام قوم نوح التي دفنت في الأرض، أرشده إلى أمثلتها فحفرها من الأرض، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، حفرها من الأرض ووزعها على العرب وأمرهم بعبادتها، فحدث الشرك في جزيرة العرب وفي الحجاز بالذات، وانتشر الشرك في مكة وما حواليها، حتى كان على الكعبة، نصبوا على الكعبة المشرفة 360 صنما، وجعلوا على الصفا والمروة صنمين إساف ونائلة، وجعلوا اللات والعزى ومناس، وجعلوا أصناما كبيرة حتى في البيوت كل بيت فيه صنم، بل كان المكافئ منهم إذا سافر يحمل صنمه معه في السفر.
انتشر الشرك للعرب بسبب هذا الملك الظالم الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام عرضت عليه النار، فرأى أهلها وما يقاسون من العذاب، ورأى عمرو بن لحي في النار يدر قصبه في النار، يعني يدر أمعاءه في النار والعياذ بالله، لأنه أول من طيب السوال للأصنام وأول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انتشرت الشرك في الحجاز في مكة بالذات وحواليها، وفي ذلك الجو المظلم بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه في أم القرى في مكة، فدعا الناس إلى توحيد الله والرجوع إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلى الحنيفية، دين إبراهيم توحيد الخالق، دعاهم إلى الله فأنكروا عليه غاية الإنكار وضايقوه وهددوه، وصبر عليه الصلاة والسلام، صبر بأمر الله عز وجل، وبقي في مكة 13 سنة بعد البعثة يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وينهاهم عن الشرك، ويستجيب له الأفراد القليلون والأكثرية وفيهم الأكابر على خلافه، يتابعونه ويكذبونه ويحذرون منه غاية التحريم، وهو صابر عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله وينزل عليه القرآن ويأمره بالصبر والثبات، ويذكره بسير الرسل من قبله وما جاء وما حصل لهم مع أممهم، يثبته الله ويطمئنه الله. وبقي في مكة 13 سنة يؤسس العقيدة ويدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، واستجاب له من أراد الله له السعادة، وهم السابقون الأولون إلى الإسلام. ثم كان صلى الله عليه وسلم يعرض دعوته على القبائل في موسم الحج، ويتتبع منازل الناس في منى يدعوهم إلى الله عز وجل، وأهل مكة يلاحقونه ويحذرون منه حتى يسر الله له أن ينفق بنخر من أهل المدينة من الأوس والخزرج، فعرض عليهم دعوته فقبلوا منه وبايعوه، بايعوه في منى عند جمرة العقبة، وكان ذلك خفية من قريش. ثم ذهبوا إلى المدينة ودعوا أقاربهم ومن حولهم، فأسلم نفر كثير، وجاءوا في الموسم الثاني أكثر من ذي قبل، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية، بيعة العقبة، بايعوه عن الجهاد والهجرة، إذا هاجر إليهم أن يناصروه وأن يجاهدوا معه، وحملوا له أيضا أخبار قومهم الذين أسلموا، وأنهم في غاية التلهف إلى قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم في المدينة، فعند ذلك
أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بالهجرة إلى المدينة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وبقي المشركون في مكة مصممين على شركهم وعلى عنادهم. وعند ذلك أمر الله نبيه بالجهاد لإعلاء كلمة الله، لما وجد الأنصار ووجد الجن الذين يساعدونه أمره الله بالجهاد بعد هجرته إلى المدينة. فحصلت غزوة بدر، أول غزوة في الإسلام، ونصر الله فيها المسلمين وأذل فيها المشركين، وقتل أكابر المشركين من أهل مكة في بدر. عند ذلك دارت الدائرة على المشركين، وخاف أهل الجزيرة من هذا النبي وأتباعه، فكانت وقعة بدر وقعة الفرقان، يوم الفرقان، لأن الله فرق فيها بين الحق والباطل، وأعز الحق وأهله وأذل الشرك وأهله. ثم حصلت غزوات ومداولات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. لما جاء العام الثامن من الهجرة غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في مكة التي أخرجوه منها ومعه جنود التوحيد مدججين بالسلاح والقوة والشوكة، خرج مختفيا عام الهجرة، وجاء عام الفتح، جاء بالسلاح والجنود، وجاء بنصر الله عز وجل، فدخل مكة معززا منصورا، وفتحها الله على يديه، وصارت مكة تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، وزالت عنها ولاية المشركين، وأسلم الكثير من أهل مكة عام الفتح. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أزال الأصنام التي على الكعبة، أزالها وجعل يشير إليها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا وهي تتهاوى على وجوهها. فأمر بها صلى الله عليه وسلم فأخرجت من المسجد وأحرقت خارج المسجد، ثم دخل الكعبة المشرفة وأزال الصور التي على جدرانها، وأعلن فيها التوحيد وكلمة لا إله إلا الله، ثم أرسل إلى اللات والعزى ومناس، أرسل إليها من أصحابه من هجموها وأزالوه، وذكروا وواصلوا الدعوة إلى الله، وواصلوا الجهاد في سبيل الله حتى فتحوا المشارق والمغارب، وسقطت دولة كسرى، دولة الفرس، ودولة الروم، وامتد الإسلام امتداد الليل والنهار. كل ذلك في فترة وجيزة ببركة دعوة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأصحابه رضي الله عنهم الذين جاهدوا بالله حق جهاده. وبقي الإسلام عزيزا والتوحيد منتظرا مدة القرون المفضلة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فلما انقضى وقت القرون المفضلة حصل في الأمة خلل
ودخل عليها الدخيل وحدثت فيها البدع وحدث فيها الشرك بعبادة القبور عندما ظهرت الشيعة دولة الشيعة الفاطمية نشرت الوثنية في بلاد المسلمين وبنت على القبور بنت الأضرحة على القبور وأحدثت الموارد وأحدثت البدع وحدثت الصوفية المنحرفة صوفية منحرفة وشيعية ضالة حدث على هاتين على يد هاتين الطائفتين حدث الشرك الكثير والبدع الكثيرة في الإسلام بعد مضي القرون المفضلة وعبدت القبور من دون الله وبنيت عليها المباني والمساجد وصرفت لها النذور وذبحت لها الذبائح وصاروا يطوفون بها ويدعونها من دون الله ويتبركون بها ولكن حجة الله قائمة فما زال الله جل وعلا يبعث من المصلحين من العلماء والمجددين من يقوم بالدعوة إلى هذا التوحيد ويبينه للناس ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فما زال دعاة التوحيد ودعاة الإصلاح من العلماء والمجددين يتوالون قرنا بعد قرن في هذه الأمة يجددون لها دينها ويأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك ويجددون دين الله الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيستجيب لهم من يمن الله عليه بقبول الحق ويخالفهم من كتب الله عليه الضلال كما قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال لكن الحمد لله الحجة قائمة والحق واضح وبين أيدينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أيدينا كلام أهل العلم من السلف الصالح الطريق واضح ولله الحمد وأما فضل التوحيد الله جل وعلا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن الأمن من الخوف من النار الذين آمنوا يعني وحدوا الله عز وجل وأفردوه بالعبادة ولم يلبسوا إيمانهم أن توحيدهم في ظلم أي بشرك لأن الشرك أعظم الظلم قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم فالذين وحدوا الله بالعبادة وأفردوه بالعبادة ولم يلبسوا إيمانهم بشرك يعني لم يحبطوه يلبسوه يعني يحبطوه بشرك أولئك لهم الأمن الأمن من النار يوم القيامة فالموحد الذي مات على التوحيد هذا يأمن من النار يوم القيامة إن كان ليس عنده ذنوب ولا معاصي فله الأمن المطلق فلا يدخل النار أبدا وهو في الجنة يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب أما إن كان عنده شيء من الذنوب التي دون الشرك فهذا له مطلق الأمن بمعنى أنه وإن عذب في النار على قدر ذنوبه فإنه يخرج منها بعد ذلك بتوحيده وإخلاصه لله عز وجل فهو آمن من الخلود في النار والنور الأول آمن من الدخول في النار الذي خلق توحيده وسلم من الشرك
من الذنوب والمعاصي هذا له الدخول في الجنة من أول واحد، له الأمن المطلق. وأما الذي عنده توحيد ولا يشرك بالله شيئا ولكن عنده شيء من كبائر الذنوب التي يدون الشرك فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ولكنه لا يخلده في النار، فهو آمن من الخلود فيها. هذا من فضل التوحيد، يخرج من النار يوم القيامة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا هو التوحيد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني تكون خالقة من قلبه يعرف معناها ويعمل بمقتضاها، فهذا يحرمه الله على النار يوم القيامة. وفي الحديث الآخر يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم لو لقيتني بتراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض ذنوب دون الشرك، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مخجا. هذا فيه فضل التوحيد. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، ومن مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. فهذا فيه فضل التوحيد، وأنه ينجي من النار، وأنه يوجب لصاحبه دخول الجنة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص. وأما أهمية التوحيد فقد عرفتم أهميته من خلال الكلام الذي مر، وهو أن التوحيد هو مهمة الرسل، وهو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا يدل على أهمية التوحيد ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. ومن أهمية التوحيد أنه هو الركن الأول من أركان الإسلام، حيث عده النبي صلى الله عليه وسلم أول أركان الإسلام في قولها: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفي حديث معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا يدل على أهمية التوحيد، وأن الدعاة يبدأون بها، يبدأون بالدعوة إلى التوحيد. فإذا دعوا إلى التوحيد وتأسست العقيدة فإنهم يدعون بعد ذلك إلى بقية الطاعات والعبادات. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم فرض الصلوات ليوم الليل. شوف، قدم الدعوة إلى التوحيد على الدعوة إلى الصلاة، لأن الصلاة لا تنفع مع الشرك ولا تنفع إلا مع التوحيد. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذا يدل على أهمية التوحيد، وأنه يبدأ به في الدعوة، وأنه يركز عليه بالتعليم. فيجب أن تكون مدارس المسلمين ومعاهدهم وكلياتهم
ودروسهم في المساجد مركزة على التوحيد وعلى العقيدة، لأنها هي الأساس ولأنها هي الأصل، فيكون التوحيد بالمقدمة دائما في الدروس، سواء دروس المساجد أو دروس المدارس، تكون لها الصدارة دائما وأبدا، حتى يعرفها أولاد المسلمين ويتربوا عليها ويألفوها ويعرفوا أهميتها. ما يكفي إن الإنسان يكون يصلي ويقوم ويعمل مع الناس العبادات وهو ما يعرف عقيدة التوحيد، ولا يكفي البيئة، لأن بعض الناس يقول تكفي البيئة. إذا كان الإنسان في بلد إسلامي وفي بيئة إسلامية فلا حاجة إنه يدرس التوحيد لأنه مسلم. أنا أقول لا، ضروري يدرس التوحيد، لأنه قد يدخل عليه شيء من الشرك وهو لا يدري، قد يدعوه دعاة إلى الشرك وهو لا يدري، فيستثير ما يقولون، فلا بد يكون عنده حصانة، لا بد يكون عنده حصانة يعرف بها التوحيد والشرك. يتجلد هذه الأمور لا سيما والدعاة إلى الشر والدعاة إلى الشرك منتشرون، الدعاة إلى الضلال منتشرون في مقالاتهم، في مؤلفاتهم، في محاضراتهم، في دروسهم، في إذاعاتهم، في أهل الشر جادون في الدعوة إلى الشر وإخراج الناس من النور إلى الظلمات، كما قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإبليس وجنوده جادون في الدعوة إلى الشرك وتحكيمه عند الناس ونشر الشرك والقضاء على عقيدة التوحيد. لولا أن الله يقيد بدعوة التوحيد من يقوم بها وينافح دونها ويبينها للناس لضاعت هذه الكلمة وضاعت هذه العقيدة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على عقيدة التوحيد، وأن يتوفانا وإياكم على التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وأن يخفينا وإياكم شر الشرك إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزا الله كيف أتيها الجزاء على هذه الإنكارات التي تشهد فيها رؤيتكم عن حقيقة التوحيد وعن أنواع الدلالة، توحيد القدومية وتوحيد الديانية وتوحيد الأسماء والصفات، وذكر النصوص القرآنية والتي تجد في الأحاديث التي تبين حقيقة هذه الأنواع الثلاثة، ثم بين حقيقته أن الأصل في ذات التوحيد وقدمه كان عند هذا العلم السلام وتبينه بالفعل، ثم انتشر الشرك بعد ذلك او لا اعلم عنه عندما عن الدم ومات العلماء وقتل الملوك المعاشرين، وانتشر الشرك بعد ذلك حتى على الاخرى، وكان جميع الروم عليهم الصلاه والسلام بالذي يصبح عليه الثلاث الى محمد صلى الله عليه وسلم، يدعون الناس الى توحيد ذلك عز وجل. وكيف ان هذا الرب هو الذي قام بمحاربه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفعل، وعلى ذلك اخويا العالم لما جاءت من الاسلام قوه، ولما عمل توحيد في كل مكان حتى جاءت منزله بعض النور والمساجد الكبيرة على يحيى بن أبي
الذين ذكروا الحجة والنكاح إلا من المسلمين وحيث أعراض الأمر ذلك وحيث أعراض المألوه الإله معناه المألوه أي المعبود والألوهية والعبودية بمعنى واحد. نعم. يدعونكم ويطلبون منكم التبرع للمجاهدين في الشيشان أنهم بحاجة إلى مساعدتهم ومساعدة إخوانهم المسلمين. نعم. الأمن المطلق هو الذي لا عداه معه، وأما مطلق الأمن فقد يحصل معه عذاب، وذلك لعقاب الموحدين قد يحصل لهم عذاب لكنه لا يدوم، بل يخرجون من النار بتوحيدهم ويدخلون الجنة كما آلهم إلى الجنة. نعم. الحديث واضح، إذا كان أهل الكتاب أهل العلم وأهل الكتاب بحاجة إلى الدعوة إلى التوحيد فكيف بغيرهم ممن ليس عندهم علم من الجهال وعامة الناس الذين لا علم عندهم؟ إذا كان أهل العلم من أهل الكتاب بحاجة إلى الدعوة إلى التوحيد فغيرهم من الجهال من باب أولى. دعوة إلى التوحيد لا بد منها مع كل أحد، فالمسلم يدعى إلى الثبات على التوحيد، وأيضا يبين له معنى التوحيد ويبين له معنى الشرك حتى يكون على بصيرة، لا يكون عام من الجاهل ولا يعرف ثم تدخل عليه الأمور أو يروج له أهل الشر على الدعايات فيقبلها ويستحسنها وهو لا يدري. فكل في حاجة إلى التوحيد والدعوة إلى التوحيد. نعم. جزاك الله خيرا وعليك المنصور. أعجبنا أن التوحيد أنواع ثلاثة، فهل الشرك أنواع ثلاثة؟ نعم، الشرك أنواع، أصله ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر يخرج من الملة وهو دعاء غير الله والذبح لغير الله، طرح شيء من العبادة لغير الله هذا شرك أكبر يخرج من الملة، وإن مات عليه فهو مخلد في النار. النوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من الملة ولكنه خطير جدا وهو أكبر من الكبائر، كالرياء يسير الرياء والسمعة والحلف بغير الله وقول لولا الله وأنت ما شاء الله وشئت
شرك قد يكون في الألفاظ، وقد يكون شرك في القلب وهو الرياء والسمعة، أي أنواع من الشرك، ولكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكن قد يعظم ويكبر حتى يصل إلى الشرك الأكبر إذا تساهل فيه الإنسان. نعم. جزاك الله خيرا على أنك تدعوه فإن اتباع الهوى من الشرك الأكبر. نعم، نوع من الشرك لكنه لا يخرج من الملة، اتباع الهوى نوع من الشرك لكنه لا يخرج من الملة إلا إذا رفض، إذا رفض الشرع وأخذ بما يميل إليه هواه لا يخرج من الملة. أما إذا كان في بعض الأمور يتبع هواه في بعض الأمور دون بعض هذا شرك أخر، لكن إذا كان يتبع هواه في كل شيء يرفض الشريعة هذا شرك أكبر. نعم. الفوائد عظيمة، النجاة من النار، دخول في الجنة على في الآخرة، وفي الدنيا يحقن دمه وماله ويصبح له كرامة. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. في الدنيا فوائده أنه يحصل على الأمن على دمه وعلى ماله على عرضه ويعيش كريما، وفي الآخرة يفوز بالجنة وينجو من النار. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية كله، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا من كلهم توحيد الألوهية. أما قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد الربوبية، لأن هذا يسمع الله صفاته وربوبيته. وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد الألوهية. أما الفرق بين إياك وإياه أنا ما أعرف، ما وقفت عنه. إذا الله رحمه الله السلام هذا لا يجوز، كان المصحف حرز من الحروز أو حجاب من الحجب يتقي به العين ويتقي به الشر، ولكن إذا كان يريد الانتفاع بالقرآن يعمل بالقرآن، ولا وجود المصحف فقط لا ينفع، إنما ينفعه إذا عمل به وامتثل أوامره واجتنب نواهيه وتلاه وقرأ، هذا الذي ينفعه. أما مجرد وجود المصحف في البيت أو مجرد أو في السيارة يعتقد انه ينفع ويضره هذا لا يجوز. ولم ينزل القران لاجل هذا، انما انزل القران من اجل التلاوه والعمل والاتباع. اذا كنت تريد ان تنتفع بالقران وان ينفعك الله بالقران ويحفظك بالقران فاعمل به، تدبره واعمل به. نعم. لا يجوز الذهاب إلى الآثار والسفر إليها وقصد السياحة، لا سيما آثار الشرك وآثار الكفر، لا يجوز الذهاب إليها. نعم.
لكن لو مر في الطريق ما من غير خط ومر عليها في الطريق ودخلها للاعتبار لا بأس، مثل ما فعل الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما ساروا إلى تبوك في غزوة تبوك ومروا على ديار تبوك بعضهم دخلها، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم أو أن يصيبكم ما أنقاض، وقصدها لا يجوز. أما إذا مر بها في طريقه ونظر إليها للاعتبار والاستيعاب فلا بأس، أما للوجهة إنشراء الصدر وتوسيع الصدور هذا لا يجوز، لأن هذا انبساط في بلاد الكفر في بلاد العذاب والعياذ بالله، يمكن أن يصيبه ما أنقاض، فلا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم. إذا رأيت رحلة الله يقول هذا التوحيد الأحادي يدخل في توحيد الإلهية؟ نعم، يدخل في توحيد الإلهية، يعني التعبد لله الحكم بما أنزل الله تعبد لله عز وجل، عبادة لله واتباع لشرعه فهو داخل، لكن ليس هو المقصود وحده، يعني بعض الناس يقول إن التوحيد هو توحيد الحاكمية أو معنى لا إله إلا الله توحيد الحاكمية، هذا غلط، ليس هذا هو المقصود، لكن هذا تابع وداخل في توحيد الألوهية. أما الألوهية على عبادة الله وحده لا شريك له، ترك عبادة ما سوى. الأمن من نفس الله أنه ما يخاف من الله عز وجل ولا يخاف من العقوبة، يفعل المعاصي ولا يخاف من عقوبة الله عز وجل، هذا الأمن من نفس الله. أو أنه يستدرك بالنعم ينعم الله عليه وهو على المعاصي من باب الاستدراج، ولا يفكر من هذه النعم استدراج الله، ينظر في حاله، إن كان على معصية وأعطاه الله نعمة فهذا استدراج، عليه أن يبادر بالتوبة وأن يخاف من الله عز وجل. نعم. لا يجوز الخلوص من رحمة الله كما لا يجوز الأمن من نفس الله، كلاهما لا يجوز، طرفي نقول لا يجوز، وإنما المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف من الله ويخاف من العقوبة لكن لا يأمن من رحمة الله، ويرجو رحمة الله لكن لا يأمن من العقوبة، يجمع بينهما، هذا سبيل أهل المؤمنين، بل هو طريق الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إنهم كانوا يمتنعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا آخر. وأما القنوط من رحمة الله قد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. والآيات من رحمة الله أيضا كفر، كما قال يعقوب عليه السلام أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، يخاف من الله ويرجو ثواب الله، والله جل وعلا نهى عن الخلوق، قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم. فمن تاب تاب الله عليه مهما كانت ذنوب ومعاصيه، ما يقول الإنسان لا بصوت إلى حد لا يغفر الله منه، هذا أشد من المعاصي.